يدي يعني، وبعدين بابا، وبعدين في مولد على طول بتاني يوم 27 شعبان، بس من ساعة بقى الثورة وكده عشان دواعي أمنية فاتحة بس لما بيخشوها يقولوا العتبة دي يعني خير، بيدعوا لله وبيتبركوا بالعتبة. يعني كل اللي يجي يزور ولا حاجة لما يقعد يعني حد يقعد مش عايز يعني يقعد. في ناس بتعدي ما تاخدش بالها، يعني لما لو ما تتلفت للمكان تروح جاية وقارية الفتحة. أنا منظفة، في عامل بيجي تبع الأوقات المهندس عشان يهفش الجمعة بره. لا ساعات لما ببقى قاعدة بره بيبقى مقفول، لكن وأنا جوه بيبقى مفتوح من قبل الظهر لبعد العشاء.